نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. اسمعوني مليح، احنا قاعدين نبنيو في شراكه وما شاء الله عليكم وانا فرحان بكم ونشوف وقت اللي خرجت الحاله الاولى ما تتسمى حاله متاكده. كانكم تلاحظوا انتوما في البلدان اللي قاعدين يخرجوا في البلدان الكل من اللي تخرج الحاله الاولى المتاكده. واليوم عاش نحكيو على الشبهات، انه اليوم نحكيو كان حالات متاكده. هذا المعطى الاول اللي حاب نعطيه. المعطى الثاني، يوميا عندنا تحاليل في المخبر المركزي، لانه عندنا قرابه 600 شخص واكثر نتابعوا فيهم في الحجر الصحي، وبالبروبابيليتي في هكا 600 ديما فما شكون باش يطلع له سخانه ولا باش يكح في الحجر الصحي. جمله معناتها اكثر من 900 يقربوا حتى للألف، وخرجوا منهم 500 وحاليا فما 500 في الحجر الصحي نتابعوا فيهم. فتنا ل 100 تحليل وعندنا تحليل واحد بوزيتيف. يوميا المعدلات اللي احنا فيها قرابه 4 تحاليل يوميا، 4-5 تحاليل يوميا قاعده تعمل، تخرج النتائج نتاعها عاده في حدود ماضي 3. فيما يخص المستشفيات اللي خاصك لاباس طبيب تتبع فيه لاباس، خاطر احنا فاش علاش نعسوا على الالتهاب الرئوي باش نبداو واضحين، لانه الفيروس يجي يعمل عملته ويعمل التهاب ونقعدوا نعسوا عليه. هو ما عندوش التهاب والحمد لله، عائلة نتاعو سليمه وتحاليلها سليمه وفي بيتها. المستشفيات هاني باش نجاوبكم توا في السيمينار. احنا حاليا قاعدين حضرنا معناتها اجنحه في مستشفيات، واذا لزم الامر كون نحضروا مستشفيات خاصه بالشيء هذايا هذايا باش نعملوه، لان احنا قاعدين كل يوم نحضروا كل يوم نجهزوا. معناتها عندنا في شمال البلاد وسط البلاد وجنوب البلاد عندنا ما يأمن، ما نجيبش نعطيك لانها ما كملتش، خاطر كان نعطيك رقم معناتها كملت، لا ما كملتش وقاعده تزيد، قاعدين نزيدوا بالله. الرقم الاخضر 80 اي يعني قد تشمل تخصيص مستشفى بالنسبه للانسان. دقيقه برك، اللي باش يسال وطلب الرقم الاخضر وما يجاوبوش يخلي شويه وقت ويعاود، واللي مغصور على صحته بطبيعته يطلب 190 مش الرقم الاخضر. فما فرق، نسمعوهم ونسالوهم سؤالات. اللي عنده جاء من منطقه موبوءه، اللي عنده علامات احنا عندنا تشيك ليست نخدموا عليه ويخرج لنا في التشيك ليست نعطيوه سكور، وعلى حسب السكور هذاك نخرجوا له. اللي في الحجر في الديار كيفاش تتبعوا فيهم؟ نتبعوا فيهم بالهاتف الصباح وعشيه وهما يقيسوا في السخانه نتاعهم. بالنسبه للحاله المريض قلنا العائله اللي بيت عليها ولونطوراج اكيد خرج للحومه لا ما خرجوش للحومه، وتاكدنا ومعت ان نحكي على ما قلت لكم، انا ما نحكي كان على حاجه متاكد منها، خرجوش من الدار وهم عملنا لهم تحليل وما في شيء، وبقى رقم هذاك حجر صحي 14 يوم. بالطبيعه اهم حاجه غسل الايدي، هام برشا غسل الايدي، لانه الفيروس وقت اللي واحد يكح ويعرض يده ويمس بقعه يجي واحد اخر يعدي روحه، وقت اللي نمسوا حاجات ممكن تعدينا ونمسوا وجهنا احتمال واحد يعدي روحه، وقت اللي يمشي للمسجد يهز السجاده نتاعو الشيشه ينساوها على خاطر تعدي الفيروسات، هذه كلها وقايه. اللي خاف من وسائل النقل يخرج بكري وقت اللي هي ماهيش مليانه، معناتها فما عديد الاليات نستعملوها في البلاد كلها مستقر.